اللجنه بصدد عده زيارات خارجيه منها اوروبا ومنها الاتحاد الاوروبي ومنها بعض المنظمات الخارجيه لشرح دور مصر الحقيقي والحقيقه ما وصلت اليه مصر من حقوق الانسان. الحقيقه في بعض التشويه من بعض المنظمات اللي الحقيقه هي بتعتبر معاديه لمصر وبعض وسائل الاعلام الماجوره اللي احنا بنسميها وسائل الاعلام الترسو يعني او وسائل الاعلام اللي بيسموهم مش انا مش عايز اقول خونه ولا بتاع بس هم عارفين نفسهم كويس انهم الحقيقه لاجئين في دول اخرى بيحاولوا يستعينوا ببعض اجهزه المخابرات اللي بتصرف عليهم عشان يقدر ان هو يحارب مصر ولكن مصر لن تسقط ونساند مصر بكل قوه خلال الفتره القادمه. عندنا قوانين ان شاء الله هنعمل على تغييرها خلال الفتره القادمه منها قانون الاحوال الشخصيه واحنا شفنا حاله الطفله جنى اللي توفت على رحمه الله تعالى والماده 7 فقره ب الخاصه بحق التاديب الشرعي دي طبعا يعني حاجه تاديب عمره ما كان بالضرب او بالايذاء او باحداث اصابات او بهذا الشكل اللي عملته جدتها فيها وانا الاوان لكي يكون هناك عداله ومساواه حقيقيه وطبيعيه بين الرجل والمراه في بعض الحقوق والواجبات منها قانون الاحوال الشخصيه لازم نبقى عارفين ان الجده ليها حق تشوف احفادها والعمه ليها حق والعم والخال دون تمييز ودون قيود بشكل معين. الحقيقه انا بقول ان تربيه الاطفال هنا في مصر محتاجه مزيد من تعديلات قانون الاحوال الشخصيه لان تربيه الاطفال وخاصه الاطفال اللي هم بيبقوا عندهم ظروف اجتماعيه خاصه بتعرض خلاف بين زوج وزوجته او الطلاق الحقيقه بيبقوا مشتتين بين الرجل والمراه والصراعات في المحاكم بتؤدي الى ان هذا الطفل ينشا تنشئه غير طبيعيه. ايضا قوانين متعلقه الحقيقه بشروط الحبس الاحتياطي لازم نخفف فيها شويه يعني نستبدلها ببعض الغرامات او الكفالات زي ما بنقول مراقبه الكترونيه ولكن الحبس الاحتياطي في مطلقه بهذا الشكل يعني الحقيقه بيشكل ثلاث مشاكل رئيسيه اتكلمنا فيها كتير ولكن وانا الاوان ان احنا نعدلها. اهم مشكله انا بقول ان هي بتدي انطباع لان هناك مفيش مساحه من الحريات وفي نفس الوقت ما نخالفش الشروط اللي قامت عليها اسباب الحبس الاحتياطي اللي هي منع المتهم من الهرب او العبث بالادله او استكمال اجراءات التحقيق او التاثير على الشهود ولكن هناك اجراءات بديله نقعده في بيته ونراقبه مراقبه الكترونيه. وايضا قانون تاني مهم جدا الحقيقه انا بقول العنف ضد المراه وما اقصدش بيه العنف الجسدي فقط ولكن العنف الاداري التمييز بين الرجل والمراه على اساس الجنس وده لازم نبقى عارفين ان الدستور الحقيقه جرم التمييز بكل انواعه بين الرجل والمراه بين المسيحي والمسلم وعمل مساواه في الجميع. انا الاوان ان تطبق وخاصة ان ده اخر دور انعقاد للفصل التشريعي الاول وهو دور الانعقاد الخامس وان شاء الله سواء كنا في البرلمان القادم او مش موجودين اللي بعدين هيكملوا مثل هذه القوانين. وانا بحيي الاعلام اللي ساند لجنة حقوق الانسان خلال الفترات الماضية وانا بقول ان الاعلام المصري بخير وانا بحيي كمان كل القائمين على الاعلام وحضرتك وقناتك المحترمة اللي معانا في كل مكان. اشكرك مرة تانية واشكرك على وجودك معانا اثناء الانتخابات اللي الحقيقة فزت فيها انا وهيئة مكتبي سيادة النائبة مارجريت عازر والسيد النائب علي عبد الونيس والسيد النائب شريف الورداني بالتزكية. انا بشكر كمان زملائي اللي في اللجنة اللي ادونا هذه الثقة واجمعوا على ان هيئة المكتب تستمر بالتزكية لدور انعقاد الخامس والاخير. شكرا.